بداية يا أصدقاء أتمنى التوفيق للجميع. حبيت اليوم أطرح لكم سكريبت مميز جدا اللي هو سكريبت الألعاب، واللي يتابع قناتي ومن متابعي القدامى يعرف أن سكريبت الألعاب هو أكثر سكريبت حصل على قبول بالفترة السابقة. قبل ما أبدأ حلقتي أتمنى الدعوة للشعب الفلسطيني، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. اليوم يا أصدقاء في عنا هذا السكريبت. طبعا هذا السكريبت مش النسخ اللي موجودة على مجال اليوتيوب والحلقات اللي تتابعوها، هذا سكريبت جديد محدث بطريقة احترافية جدا، ويهيئ الموقع بشكل كامل لحتى تحصد على قبول سريع ومميز بطريقة بسيطة. أول إشي قبول آدسنس يعتمد على الدومين ويعتمد على آلية السكريبت اللي مقدم داخل الموقع. هذا سكريبت مميز، فيه إعلانات، تقدر تضع إعلانات آدسنس في لوحة تحكم بسيطة مميزة. والمميز في الموضوع يا أصدقائي إن موجود داخل السكريبت 23 ألف لعبة. خلونا نعمل ترجمة. هذه الألعاب، عدد المستخدمين والفئات المطروحة والموجودة. طبعا في إعلانات، تقدر تستخدم الإعلانات زي ما أنتم شايفين، تعدل على إعلانات آدسنس، تقدر تعدل أيضا على الأسفل الموقع، تضع صفحات الاتصال بنا والخصوصية والأمور هاي بالطريقة البسيطة اللي تحب تقدمها أنت. وأيضا يا أصدقائي في كم إعدادات هائل جدا لهذا السكريبت، الألعاب المميزة، الفئات، المستخدمين. وفي عندك هنا ميزة رائعة جدا اللي هي التقارير، مثبت، يعني شغلات مميزة جدا، فأصبح الموقع بالطريقة هذه الديناميكية المميزة جدا. طبعا مجرد ما ركبت السكريبت تقدر تقدمه لجوجل آدسنس وتضع فيه إعلانات آدسنس بطريقة بسيطة جدا، وهذه الإعلانات راح تهيئ لحتى تحصل على قبول سريع. الآن يا أصدقاء في ناس راح يحصل على قبول عبر هذا السكريبت، وفي ناس ما راح يحصل على قبول. إذا تم رفضك لأول مرة غير الدومين، قم بشراء دومين جديد وضع السكريبت عليه وقدم السكريبت، حاول مرة ومرتين وثلاث، اجتهد لحتى تحصل على الشيء اللي أنت بدك إياه بالشكل الصح. الآن يا أصدقائي طريقة تركيب السكريبت، طريقة بسيطة جدا. أول إشي أنا بدي أمسح السكريبت بالكامل، أصبح الموقع جاهز، وراح أرفع الملف اللي راح أرفق لك إياه أسفل الفيديو. قمنا الآن برفع الملف المضغوط على الموقع عن طريق الـ FTP أو عن طريق الاستضافة. الآن نقوم بفتح الملف المضغوط بالشكل هذا يا أصدقاء. الآن تم تفريغ الملف بشكل كامل، راح أنقل جميع الملفات هذه الموجودة على الصفحة الرئيسية. لو أجيت أنا للموقع، طبعا الموقع جديد، راح يحولني للوحة التسطيب اللي هي لوحة التسطيب بشكل كامل. راح أبدأ نقطة نقطة لحتى تكون المعلومة واصلة للجميع، الاسم والوصف والحالة. نكمل هنا، يعطيك بدأ اللي هو نعمل ترجمة اسم قاعدة البيانات، نتوجه على هوستنجر أو أي استضافة كانت وننشئ قاعدة بيانات جديدة. أنا يطلب منك كلمة السر، إنشاء، راح أتوجه وأضع الباسورد. هنا عندك قاعدة البيانات، اسم المستخدم أو اسم قاعدة البيانات، وهنا عندك السيكول. هنا شو حاب يكون اسم الموقع، وهنا العنوان، وهنا الاسم الإداري، وهنا كلمة السر. تثبيت.
حدث خطأ داخل قاعدة البيانات، نرجع لورا ننقل الاسم هذا للأعلى وننقص هذا بالشكل هذا، نعمل تحديث. هي مشكلة قاعدة البيانات، يوزر. خلونا ننشئ قاعدة جديدة لحتى تكون قاعدة منظمة بالشكل الصح. أنا الباسورد، أنا اليوزر نيم، والأمور هاي بالطريقة هاي. أنا الاسم، الباسورد، فينيش فينيش. أصبح موقعك جاهز بالكامل، يعني ما في إعدادات، ما في تعب غير قاعدة البيانات. تقدر تستخدم هذا التصميم لموقع أبدي للأمام للألعاب، جميع الألعاب شغالة 100%. وأيضا تقدر تعمل قبولك على آدسي ناس وبعدين تغير السكريبت بالطريقة والشكل اللي أنت بدك إياه. الآن بشكل البسيط سلاش أدمن وتسجل دخولك للوحة التحكم. يطلب منك حذف ملف الانستول اللي هو هذا الملف لحتى ما يصير احتيال على موقعك او السيرفر الخاص فيك. موجود عندك 23,000 لعبة. طريقة وضع اعلانات ادسينس بطريقة بسيطة جدا، نتوجه على الاعلانات وهنا عندك اعلانات ادسينس. الان طريقة وضع، هنا بتضع اعلانات ادسينس زي ما انتم شايفين، عندك 1 2 3 4، ونيجي على انستول اللي هي الاعدادات، نعمل ترجمة. هنا رمز الرأس اللي هو رمز رأس اعلانات ادسينس، الكود لما تقدم موقعك لجوجل ادسينس. ولحتى ابسط العملية للجميع اتوجه على حساب ادسينس، اعلانات او المواقع، وراح اضيف الموقع هذا بالشكل هذا، إضافة دومين جديد، وانتظر عليه مدة تقريبا 48 ساعة بإذن الله راح تحصل على قبول إذا كان الدومين تاعك مميز جدا. أي إضافة وأي سيف، تحقق، تم العثور على ملكية الموافق، تمام. نيجي على الإعلانات ونأخذ وحدات إعلانية، نسخ، نتوجه على الإعلانات ونضيف الوحدات الإعلانية بالطريقة هاي، سيف، وهنا سيف، وعندي هان كمان سيف 400 على 400، وعندي هان 400 على 10 كمان سيف. لو أجينا فتحنا اللوحة الرئيسية للموقع، الكود مضيوف، كل شيء تمام، كل شيء مؤكد 100%، لكن راح أنتظر لحتى ما أحصل على قبول في أدسينس. هذا إعلان أدسينس. لو فتحت أي لعبة، أنا كود إعلان أدسينس، وهان إعلان أدسينس، وهان الألعاب بالشكل هذا المميز. أكثر سكريبت حصل على قبول في منصة أدسينس اللي هي سكريبت الألعاب، والناس اللي تتابعني تعرف هذا سكريبت مميز، وراح عن قريب أطرح سكريبت أكثر من رائع اللي هو هذا السكريبت، أيضا مميز جدا. هذا السكريبت يا أصدقاء سكريبت مميز، سعر القالب هذا 54 دولار، راح أطرح لكم إياه بشكل مجاني. طريقة التركيب بسيطة جدا، لكن انا راح اطرحها بشكل مجاني مثل ما انتم شايفين. هذا ايضا سكريبت العاب، راح تحصل عن طريقه قبول سريع في جوجل ادسينس. سكريبت رائع جدا، راح يتم طرحه.
بشكل مجاني هن إعلانات أدسنس، إعلانات أدسنس، إعلانات أدسنس، وكافة الصفحات مطروحة بالشكل هذا. أتمنى التوفيق وأتمنى التعليق على الحلقات لحتى أستمر، ويسعد أوقاتكم الطيبة.